ازيكم يا اطفال يا حلوين، هقولكم حدوده من حواديت مامي. كان يا مكان في قديم الزمان، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان في هناك اختين جميلتين، هما سلمى وامل، وكانوا البنتين يلعبوا على طول مع بعض وبيذاكروا دايما مع بعض ويذهبوا الى المدرسه سويا. ولكن الفرق ما بين سلمى وبين أمل إن أمل كانت بنت نظيفة كتير جدا وتهتم بالنظافة الشخصية، دائما ترتب غرفتها وتجعلها نظيفة باستمرار وتقوم بغسل يديها قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام، كذلك تنظف ملابسها وعلى طول مظهرها جميل. لكن سلمى كانت بنت غير مرتبة وغير نظيفة، فقد كانت لا تهتم بالنظافة على الإطلاق. وسعد يوم عندما عادت سلمى وأمل إلى المنزل بعد الانتهاء من المدرسة، ذهبت أمل إلى غسل يديها في الحمام لحرصها على نظافة يديها قبل تناول الطعام، ولكن سلمى لم تقم بفعل ذلك وجلست على مائدة الطعام وبدأت في تناول الطعام بدون غسل اليدين. فلما رأت ذلك الأم فخطبت من سلمى وقالت لها يجب أن تحافظي على نظافة يديك، وخاصة قبل تناول الطعام حتى لا تتعرضي للأمراض المختلفة. ولكن سلمى لم تهتم بكلام والدتها. وفي اليوم التالي كان والد سلمى وأمل وعلى وعد معهما الخروج والنزهة في حديقة الحيوان. وفي الصباح استيقظت أمل بكل نشاط وحيوية، غسلت وجهها ويديها ورتبت فراشها واستعدت للخروج إلى النزهة. لكن سلمى كانت مريضة وتركت حرارتها مرتفعة بسبب إصابتها بالتلوث الذي أصابها من تناول الطعام بدون غسل يديها. فذهبت أمل مع والديها إلى حديقة الحيوان، ولكن صلت سلمى مريضة ونايمة على فراشها. ومن هذا الوقت تعلمت سلمى الاهتمام جدا بنظافتها الشخصية حتى لا تتعرض للأمراض مرة أخرى. فيا أطفال يا حلوين، لازم نهتم بنظافتنا الشخصية ونغسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام، وكذلك في الصباح الباكر نغسل يدينا جيدا وقبل النوم نغسل يدينا. فالاهتمام والنظافة الشخصية تحمينا كتير من جميع الأمراض. ما تنسوش يا أطفال يا حلوين تضغطوا تحت على زر الجرس عشان يوصلكم كل الحواديت الجديدة، وما تنسوش تعملوا إعجاب عشان أعمل لكم حواديت حلوة وجميلة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تكونوا من عائلتنا. حان الوقت أقول لكم يلا تصبحوا على خير.